بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعدادات كانت جيدة خلال الفترة الماضية، استعدينا جيدا. احنا اكيد طيلة فترة المجموعات احنا مستمرين، استرحينا يوم وبلشنا بالتدريب، الحمد لله والشكر وصلنا الى جاهزية ومستعدين استعداد تام لمباراة الزوراء. بعد دور المجموعات كنا يعني المشاركة قلنا نقدر نحصل اول او ثاني، بس بعد النتائج الايجابيه اللي حققناها طموحاتنا ان شاء الله بعيده، واكيد حلمنا بان نصر باللقب دور الناشئين، وهذا الامور والكلام مجرد كلام، بس هي العمل والجهد يخلينا نحكي بهاي الثقه وهذا الطموح. اكيد يعني لولا دعم اداره نفط ميسان المتمثله بالاستاذ احمد سالم، دعم الفئات العمريه بشكل لا محدود، يعني هذا الدعم وهذا الجهد خلانا خلى عندنا الاصرار والعزيمه بان نمشي بعيد للادوار النهائيه ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله للادوار النهائيه. ولولا هذا الدعم احنا ما نفكر بهذا التفكير اكيد، بس هذا الدعم اعطانا العزيمه والاصرار بان احنا نوصل بعيد بهاي النهائيات. المجموعه الموجوده حاليا يعني هي من افضل اللاعبين اللي اختاريناهم بالفئات العمريه اللي اعمارهم 2006 2007، اختبرنا ما يقارب 850 لاعب الى 900، قدرنا نحصل هاي المجموعه 25 الى 30 لاعب، واعتقد يعني بنسبه كبيره هم الافضل. يجوز اكو بعض اللاعبين بس احنا هذا اللي احنا قدرناه، يعني افضل اللاعبين هم الموجودين. وللي هذا اسرع على الكلام مالي هو يعني المجهود اللي وصلنا له والنتائج الايجابيه حققناها، هذا يدل ان اللي اختاريناهم هم افضل اللاعبين ولهم مستقبل ان شاء الله.